بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله مالك الملك مجري الفلك مسخر الرياح فالق الإصباح ديان الدين رب العالمين، وأفضل الصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا وطبيب قلوبنا مولانا ومقتدانا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. في البداية في ذكرى وفي هذه الفاجعة العظيمة التي وقعت على حجاج بيت الله الحرام في الحج والتي تقطر لها قلوبنا دما وتؤلمنا كثيرا وتؤلم كل مسلم حر، نعزي أولا سماحة السيد القائد الإمام علي الحسيني الخامنئي، ونعزي الجمهورية الإسلامية الإيرانية والشعب الإيراني بأكمله في ضحاياه وفي شهدائه، ونعزي الأمة الإسلامية بأكملها في هذه الفاجعة المؤلمة. وأريد أن أتطرق في هذه الكلمة القصيرة إلى موضوع مهم جدا. أيها الإخوة الأعزاء المؤمنون والأخوات المؤمنات، منذ أن رأى رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله في منامه كما ترويه كثير من الكتب الإسلامية، رأى قردة أو رأى بني أمية ينزون ويتثاوبون على منبره كالقردة. هؤلاء بني أمية على منبر رسول الله الذي يشكل رمزية خاصة لرسول الله صلوات الله عليه وعلى آله، والذي يعتبر الواجهة الخطابية للإسلام، يعتبر المنبر الخطابي للإسلام منبر رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله، ومسجده يستولي عليه بني أمية يلعبون عليه ويتثاوبون. هذه كانت رسالة مهمة جدا للأمة. نزل في هذه الحادثة قول الله سبحانه وتعالى: وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس والشجرة الملعونة في القرآن ونخوفهم فما يزيدهم إلا طغيانا كبيرا. واقعا أنه كان هذه الحادثة وهذه الرؤيا كانت كفيلة بأن تدق الأمة الإسلامية نواقيس الخطر، لأن منبر رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله يكون تحت سيطرة مثل هؤلاء. اليوم الأمة، يعني القرآن إلى الآن يتحقق، الوقائع إلى الآن تشهد أن منبر رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله منذ أن سيطر عليه بنو أمية سفكت دماء المسلمين في كل مكان وفي كل أرض، اجتيحت المدينة المنورة، هدمت الكعبة أكثر من مرة، قتل الإمام الحسين، قتل آل رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله، وهذا المنبر هو كان يدعم القتلة والطواغيت لأن بني أمية مسيطرين عليه. اليوم الأمة تعيش نفس الواقع. واقعاً أنا لا أؤيد إطلاقاً ولا أعتقد إطلاقاً أن هذه الحادثة ومثيلاتها من الحوادث حوادث عابرة، لا، الله سبحانه وتعالى أراد أن يكون هذا البيت آمناً ومثابة للناس وأمنا، قال الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم. فلماذا يقتل الحجاج في كل عام؟ في أغلب الأعوام في موسم الحج يقتل الحجاج. إذن الحج مستهدف كشعيرة من شعائر الإسلام وفريضة تدعو الأمة الإسلامية إلى التوحد. أليست تجمع المسلمين جميعا على قبلة واحدة؟ هذه الفريضة، فريضة الحج، تجمع المسلمين جميعا على قبلة واحدة
إذن هي تدعو الأمة إلى التوحد، وهذا يشكل خطر على الاستكبار العالمي. لهذا فهذه الشعيرة مستهدفة. هؤلاء الذين استشهدوا في الحج كانوا شهداء لجريمة منظمة ومدبرة، وعلى الأمة الإسلامية أن تستشعر هذا الخطر. لم يستشعروا هذا الخطر بعد هذه بعد تلك الرؤية التي رآها رسول الله، ومع أن رسول الله حكى هذه الرؤية لجميع المسلمين، لكن المسلمين لم يستشعروا هذا الخطر. رسول الله من بعد هذه الرؤية لم يرى مبتسما قط، لم يبتسم قط حتى مات بعد هذه الرؤية. إذن الخطر كبير جدا، والأمة الإسلامية إذا لم تستشعر هذا الخطر، وإذا لم تعمل على إزالة هذا الخطر، بقاء هؤلاء الطغاة مسيطرين على منبر رسول الله وعلى الكعبة يشكل خطر على الأمة الإسلامية، وعلى الأمة أن تعتبره تهديد وتعمل على إزالة هذا التهديد. وفي الأخير نكرر عزاءنا ومواساتنا لأسر الشهداء ولجميع الأمة الإسلامية، ونشكر القائمين على هذا المهرجان، والسلام عليكم ورحمة الله.